تودينا السوق دينار؟ دينار؟ ثلاثة انفار دينار؟ وين اهلكم انتوا وهدينكم هدد بالشوارع؟ وين شكوا بالنا؟ ها هجل الحية سنة طويل بعد. تبي تودينا ولا لا؟ تعال ليش ما تطقني؟ اوقف يا الملاح عندكم. اوقف هجل الحية قلة حية. اخوي ممكن توصلني الجمعية؟ وصل اليد اللي يابج. يا هلا وغلا. نشكر. جمعية ها؟ ايه جمعية. حاضر. جمعية أهل جمعية. مشكورين. مشكور وما قصرت. حاضرين ترى اذا تبيني انطرج ما وراي شغل. لا لا تعطل روحك معاي. ها ما وراي شغلانة رزق الله انطرج. لا تهاتي انا ادبر عمري. مع السلامة. على راحتك حياك الله. ومزيونة ما بغينا نركب مزيونة ويانا. عايزنا احنا نركب من هالحنافيش. مش دعوة بخليك. ناطرج ناطرج. ما تبيني انطرها طابخينها حلو اخر عمري اودي وهيب حبيب لحبيب لكن ماني ولد علف اذا ما اطلعش على حقيقه الشيء الملعونه انت ايه؟ هذا انت؟ اي انا. ايش تبي ما اخذت حسابك؟ بلا اخذت حسابي. وهذا منو؟ وين رايحين انتوا؟ وانت ايش عليك بباجي اهلي؟ ايش تبي انت؟ يا شلون ايش علي؟ انا اللي موصلت الجمعيه وشفت شيء غلط، انا كرامتي ما تسمح اني اشوف شيء غلط واسكت. اخوي لو سمحت انت فاهم غلط. شنو فاهم غلط؟ علمني صح. وانت شكو فهمك؟ انا شكو؟ انا اكو نص. الحين حد بتعلمون السالفه ولا شوي ولا داق على ثلاث سبعات جايين مكلبشينكم مسوين عليكم قضيه. لا واللي يرحم والديك الشرطه لا عن الفضايح الله يخليك. عدل معناها انا عدل. انا تفكيري مضبوط معناها اكو شيء مو طبيعي. ما دام تدرين انه غلط ايش حق تسوين غلط؟ خليه ولا زين يا راشد اللي فينا كافينا خليه معنا ونخلص. تفضلوا يلا. يا عزيزي الحين هذا الحكي هذا الحكي العجيب وانا شبي غير كذي. أنا ترخص. وين استريح استريح. ما تبي تعرف السالفة؟ ها؟ ما تبي تعرف السالفة؟ لا ماكو داعي. استريح خلينا نقولك السالفة. أذينا من صار لك ساعة. تفضل تفضل استريح. إن شاء الله. تفضل.
صوت كذي. مساكم الله بالخير. الله بالخير يا هلا. يا الله اخوي صلاح. مو صلاح، اسمي راشد. بس قصت ويك صلاح. هم راشد هم يمشي. لان ويك دجيج راشد. يعني ما ادري انا يعني غريب عليكم وبعدين ملقوف يعني البقى بروسكم اخاف احد ميت عندكم. هاي الدنيا ترى كلنا لها. لا السالفه مو كذي، انت فاهم غلط. بتقولي له السالفه ولا انا اقول له؟ لا تراوالي هي لو تقول احسن منك. عيل مدام كذي انا واصل جريب وراد، تبون شيء؟ اي والله جيب لي باكيت زقاير ابو نمر وياك. ان شاء الله. الحقيقه هو يعني انا اسف اللي يعني اصير شوي طفيلي مثل ما يقولون ملقوف، لكن انا مدام دشيت بيتكم اخذت عليكم عاد تحملوني. شو السالفه؟ انتم وضعكم شنكم تبيعون شيء ممنوع؟ شو السالفه؟ عشان لا يروح تفكيرك بعيد وما انظلم بقول لك السالفة كلها. السالفة أبوي طلق أمي وأنا صغيرة وايد، عقب خلاف كبير خلاها تشتري نفسها وتتخلى عن حضانتي. وطبعاً أبوي تزوج واحدة ثانية، حاولت تزرع فيني كره أمي بس ما قدرت. طبعاً دارت الأيام وكبرت وعرفت الحقيقة، عرفت أن أمي انظلمت وايد مع أبوي. وهذا أول يوم أشوفها عقب سنين من القطاع. طبعاً بفضل الله، بفضل راشد ولد خالتي اللي شفته معاي. الحقيقة آسف أنا مخي راح بعيد، يعني لا تلوميني. وهذا الولد راشد ولد خالتك؟ إي. وهذه أمك؟ هذه أمي. صغيرة والله، على بالي أختك الصغيرة مع الوشم اللي على إيدها. إي وعلي هي صغيرة بس القهر. قهر كبير مقهور، قهر يهد الحيل. ايه الحقيقه انا بعد هم لا تلوميني، انا هم لي ظاهر. انا شفتك نزلتي وركبتي وتلفتين يمين ويسار يا ممنوح الولد راشد، يا وركبتي معاه. رحت ذاك الراي خفت عليك وانت بنيه صغيره بعد الشابه، وتدرين شباب هالايام يخوفون بعد يعني من خوفي عليك حرصي عليك. ولا انا شكو مشكور يا دواس، ما قصرت. زين عاد انا الحين من رخصتكم قعدتكم حلوه وما تنمل، وراي شغل. وين تو الناس؟ قصدي قعدت تعشى معانا؟ لا انا العاده اتعشى متاخر، اخاف اسهركم. لا مشكورين، وبعدين قعدتي ما لها معنى، انتي وامش قاعدين تسولفون سوالف خاصه وانا يتراوالي فشله. لا خذ راحتك، البيت بيتك، ايش دعوه؟ لا ويش دعوة يا دواس، اللي مثلك وفي غاريتك نحب نتعرف عليه أكثر وأكثر. والله أنا ودي بالقعدة، الوي هذا ما ينعرف منها يتركها، لكن مو ولدكم راشد بيرجع يشوفني أنا قاعد بروحي ويا حريم وهذا فشلة شوية. لا لا ما عليك، راشد كلها نص ساعة بالكثير وهرد. نص ساعة ويمكن يطول أكثر وكذي. يمكن ما أدري. إيش والله أنا مدام لازمين خلاص نقعد سريع. حياك الله. الله يحييك، الساعة المباركة. ما تعرفنا على الاسم. خلي اقوم اسوي لكم الشاي. لا 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 قعدي قعدي، ما انا اللي بقوم اسوي الشاي. لا يبا لا، ايش عرفك بالشاي؟ الله يحد عجبتي. ايش عرفه بنات هالوقت؟ ايش عرفوا؟ شاي ابو خيط هذا خمس دقائق ابو خيط كنا طالع الحداق. لا يبا شاي قبل حريم، قبل شاي السنقين ذاك الحاكم اللي يحطونه بالغوري كذي والغوري يقعد يبقبق. قصدك الشاي مال اول اللي مشيبيسه هذا اللي يحطونه مع الشكر يطبخونه، هذا اللي تبيه؟ لا لا لا، هذا اللي مخلوط مع الشكر هذا يسمونه مشبوس، هذا مال بناني يطول لي عمرك. لا المسكر بروحه اللي على الفحم او على الشوله كذي على برد، والغوري لقام يطقطق معناها استوى. هذا انا ما اعرفه، قومي انت يما سوي. ان شاء الله والغريمه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما تعرفون هالسوالف. ادري انا بعد قلت الشاي شبيله. هاي ليش انا قلت خليه تقوم؟ ما حبيت اتعبك، وبعدين اخاف ما تضبطينا عدل، ما تضبطينا على الطريقه اللي انا ابيها. يمكن انتم بعد يمكن خبره. حقيقه يا ما عرفت اسمك. لولو. يا سلام والله صجله قالوا العالم قريه صغيره. انا كنت اتحلم هالاسم وكنت ناذر نذر، قلت اذا تزوجت ويتني بنت بسميها لولو، مع اني للحين مو متزوجه لكن الله كريم. انت مو متزوج؟ لا والله للحين مو متزوج. اعزوبي هالكبر؟ كنا ما يزلها
شنو؟ ايش قلت؟ لا لا سلامتك. اقول والله هاي الساعة المباركة اللي تعرفنا عليكم. ساعتك ابرك. الله يبارك في ساعتك. كم ساعة عندك؟ ما عندي ساعة. حتى انا ما عندي ساعة. عندي وخاشة. طيب ليش؟ عشان اسمع ضحكتك. اقول لولو وشن امك راح تسوي شاي؟ ايه؟ لا اخاف راح تسوي باكه. هذا شايكم بعد ما ادري عنه. انا قلت له جاب لي لاني بقبق، الظاهر للحين ما بقبق. ما بقبق. يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. شلون اسوي الحين؟ هذا شلي جايبه مبكر من القهوة. لو كان عندي طاقية الإخفاء كان نفعتني. ماكو فايدة. ولقي عدت هني بصير لقمة للفيارين. واي شو نسوي يا ربي؟ ماكو فايدة. خل أحاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. أهمية كبيرة في رصد وأدراك الموت والصلاة وتحسين إنتاجية الدولة والخير والصلاة. مانا متأخذ من القهوة؟ قبل شوي. إيش كثر يعني قبل شوي؟ تقدرين تقولين 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، كذي يعني. عطني بالتوقيت المحلي، قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ إيش دراني عمتي، أنا معاي ساعة علشان أعرف الوقت. عسى ما سأل عني. بلى سأل عنك وقلت له إنك نايمة. وليش قلت له إني نايمة؟ إيش أسوي عمتي؟ خفت تتأخرين وتوهق. زين عطنا ودل الشاي وتشوف لي كم كذبة كذبها عليه. تبين كذب عندي هالكثر، قولي لي انك حلمتي بياثوم وقعدتي. ياثوم اللي ياخذك ان شاء الله. هاك مسك ادعي لي. الله معك. هو مانع قويك زين اللي قعدتي من النوم. شو اسوي يا اخوي؟ تقلبت يمين شمال وما يعني نوم كان اقوم. ومتى قمتي؟ قبل شوي توني مره عليك وقايلت لك اخوي مانع شلونك؟ انت مريتي علي وقلتي لي شلونك؟ اي شفتك ما رديت علي رحت المطبخ اخيب لك شاي. والله يا فتون ما انتبهت. اللي ماخذ عقلك اخوي. اللي ماخذ عقلي. اللي ماخذ عقلي الدنيا واحوالها يا فتون. ما تشوف شر يا اخوي. من اللي جاينا هالحزه؟ ايش دراني يا اخوي؟ انت مواعد احد؟ قول سلامة. ايش تبين الله لا يبيك؟ ايش تبين؟ مانع هني؟ ايه هني. هيا اخر ساعة. ايش عندكم؟ قهرة. ايش تسوي؟ قهرة 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 قهرة. ايش تبين انت؟ ايش تبين؟ ايش تبين؟ احبك. الله لا يبيك ولا ملائكة السماء تبيك. بسلم عليك. الله لا يسلم منك مقص زبرة. انت منين طلعت؟ طايح من سطح ولا طالع من بالوعة؟ هديني هديني. زين تعال. فخري احبك احبك. زين جنيتي انت جنيتي. ليش ما تسلم علي؟ ماني مسلم عليك. قصب هو هاي والله البلوة. فتون فتون دقي على امها خل تاخذها لا بارك الله فيها وفي الساعه اللي جاورناهم فيها. اصلا
أمي اللي دازتني، تبي مواعيننا مالاتنا اللي عندكم؟ المواعين بالمطبخ، ذي الفجر نجلعي عند سلامة وهو يعطيش المواعين. منوعي، أنت عطني إياهم. أنا عمري بحياتي ما عمري دشيت هالمطبخ، هالمطبخ ما أدله ولا أعرف شلون صاير من داخل. الحين تبيني أنا أروح أدور مواعين أمك؟ لا أبوك لا أبو أمك لا أبو مواعينها. مالي شغل، أنت عطني إياهم، أنت عطني إياهم. سلامة سلامة، تعال عطى مواعينها، هذه اللي من مخلفات الحرب العالمية الثانية. هاتش، هذه مواعينكم وذي الفي. ليش هو ما عطاني إياهم؟ هذه اللي بصكها بالجدر، عمي ما يعرفها سوالف. خلي يتزوجني وأنا علمه. إذا زر عقلي وصار مثل عقلك ذيك الساعة تزوجك. إيش قلت؟ يصير خير، يصير خير يا خطر، يصير خير إن شاء الله إن شاء الله. بس أنت أعفى عليك، نزلي هالنباطة ودحري إبليس. إشوى عبالي. خطر، تاخذين مواعينكم ولا أروح أقول حق أمك؟ خطر، ما رضت تاخذ المواعين. لا يا معود، مالي خلق أتعصب علي. عادي يلا أخذي مواعينكم وذلفي. أخصفك؟ أسيبك؟ لا، وقوة الروح أنت منوعي اللي أنا بهوى. يلا عاد يلا يلا. الحمد لله والشكر لله، الله لا يبلانا ما بلاها، حسبي الله عليها حساب نوح على قومه، كانها عفستنا عفسة. مسكينة عمي تحبك. حبتك القرادة أنت وهي، لا بارك الله فيك وفيها، تحبني. عمي شبي، المفروض انك تقول حق امها عن سوالفها جليلة الحياة. امها تدري، تدري في كل شيء امها. اي تدري، ادري، بس ان انت لما تقول لها خير. لما اقول لها خير شلون؟ ما اردى من المربوط الا المفتلت. امها هي ام شيرها ومديرها. اقول عمي؟ قول شبي. الحقيقة عمي، في موضوع ودي أقولك إياه بس متردد، خاف الزفني. قول واخلص، ترى واصلة عندي هني. عمي الصراحة والحقيقة، أنت معي عمي؟ إيه معاك، اخلص قول. يعني أنت تدري عمي أن الإنسان ضحية الظروف اللي ينولد فيها. اسمع عاد، هالحكي ما يمشي علي، ظروف والإنسان وينولد فيها. أنت بتحكي عدل ولا أشلخ الراديو على دماغك؟ لا عمي، بدام فيها الراديو بحكي. عمي بصراحة أنا أبي معاشاتي. معاشاتك؟ إحنا ما عطيناك معاشاتك. لا، صار لي 4 أشهر للحين ما قبض شيء. كل ما قلت حق عمي دواس قال لي الشهر الجاي، والشهر على شهر لما صاروا 4 أشهر. أي وانت صاج، وانت صاج. أنا كلام أخوي دواس هو صحيح، قال لك الشهر الجاي. يعني الشهر الجاي يا سلامة؟ أي شهر؟ الجاي بعد أي شهر. خاف تصير سلياية. والله يا أخوي يا سلامة، عسى الله يطول لنا بعمرك، كل شيء جايز في هالبيت وكل شيء يصير، اللي ما توقعه توقعه. لكن أنا بسألك، أنت جاي تطلب معاشاتك ومشاهراتك وفلوسك مني أنا؟ يعني أنت صبي وأنا المعذب، لكن أنت أشوفك أنا اللي تربعت وقعدت وتسميت إلا معذب مو صبي إلا يحق لي، لكن أنت التربع قدامي وحاط يدك كذي وتمدد لسانك. كم 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 كم؟ بارك الله فيك حمار الكارقة. طالع ساعة أخ راشد، كنا وراك شغل مو؟ أي وراي شغل. ايش تنطر؟ روح على شغلك. وانت حضرتك ليه متى بتقعد هني؟ احنا والله ما ورا شيء، هلا قاعد بطل شرع يعني. يا حال عندي ويا حال، اهلي ينطروني، عندي مره تنطرني، قاعد عزوي. انت خاف وراك شغل؟ روحي، انا عن النفس. اقول راشد، انت وين تشتغل؟ في الصحه. ايه بالصحه، بالصحه ودق العود.
شلون تشغل بالاشغال؟ راشد قصت اللحيه من زمان هذه عندك ولا جديده؟ ايه من زمان. حلوه. اشكرك. مسويها على الكتالوج ولا كذي من كيفك مطلعها القصه؟ لا من كيفي. لا حلوه عليك. يا حلو الواحد قام يبدع بويها. يلا لولو انت لازم ما تاخرين على بوت. يبا ما عليك من هالولو، روح سوق شغلك انت، انا قاعدني. يبا على النفس انا اوصلها. يبا لازم اوصل لولو حق بيتهم. ايش فيك انت؟ يبا قايل لك انا اوصل لولو. هذا والله البلوه، انا قاعد بطالي وسيارتي برا. روح يبا شوف شغلك. يبا البنت بتقعد معاهم شوي بروحهم. ايش فيك انت؟ ها هاي القصه. اي كان قالت الله يهداك لولو، الله يهداك. كنت تخلين الغرب يحاجوني كذي، انت تبونين علي اكثر. كان قلتي لي دواس انطر شوي برا، انا عندي سالفه مع امي اخلصها ولاديك. لا وش حق تكلف عمرك وتنطرني برا؟ لا لا لولو ما يصير، انا اكلت ببيتكم وانا اعتبر نفسي واحد من هالاسره. ما يصير، اذا انا ما وصلت عاد من بيوصلك؟ لا تحاتي، انا اللي بوصلها. وانت وراك شغل؟ لا ما وراي شيء. على وكيف؟ بعد منت غريب يعني من العائلة، هم مثلي، صرت هم واحد من العائلة بس قبلي. زين أبوي أنا أدرك خلص بعيد. حياك الله. حياك الله. راشد بوسط شو؟ إيه. غلط حاجة إذا تبون شيء. لا ما قصر. مشكور. لا خاف لا تستحون ترى. لا 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 مشكور. أنا ها على راحتكم. يلا ترخص. حياك الله. حياك الله. تصبحون على خير. وأنت من خير. تبون فك مني كنكم، لكن ما يخالف إني طولت شوية. فما الله. مع السلامة. فما الله أخوي راشد. حياك الله. ولا قلت تشتغل بالصحة؟ إي بالصحة. إي سلم عليهم. الله يسلمك. فما الله. حياك الله. أوف ما بقى يطلع لزقه. بس يما مبين عليه وايد طيب. إي الله يهداه بس لزقه. تصدقين للحين ما تزوج؟ الله بهالسن وللحين ما تزوج؟ أكيد في بلا. يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. يمكن دواس. نعم. علامك ما تسلم؟ ما شفتك، ما أخذت بالي. كل هالطول وهالعرض اللي قاعد هذا قدامك شالحكي؟ سرحان مالي خلق. عسى ما شر دواس، كنا ضايق خلقك. عسى ما صادوك الشرطه شايل عبريه. اي عبريه الله هداك، انا لي خلق عبريه اليوم. انا اليوم حاشني قسط من الكابه. قضبت شارع الخليج قمت اتمشى عشان ارفه عن نفسي. بعدين طلعت من شارع الخليج. قلت خل اطلع من هالضيقه اللي انا فيها، اخذ شارع الحب. وتلفت يمين يسار، وين الحب؟ ما كلها سيارات ور 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 ماكو شيء. بدل ما يحوش قسط من الكآبه وتروح شارع الحب، كان رحت الشوارع اللي فيها عبريه ودرت فيها ودخلت لنا كم دينار ينفعونا. اخ صاير لي ما ادي اخر عمرك، وانا الله اللي الله فيني الضيب اللي فيني، ما تقول اخوي لازم في شيء انا اسال عنه، لازم اسحب الغضب اللي فيه، اسحب الضيم اللي فيه. كديت وما كديت بس ثلاث دنانير. ثلاث دنانير انا ارده منك. انا دخلت من البسطه 15 دينار اعطيتهم سلامه يشتري ماشله للبيت، مو مثلك رايح لي حب وما حب وشارع الحب. لا تلومني، كنت مكتئب. لك تعبت ما كد، ما اقدر اكد. عدنا بفلوس يا الاخو يا الحبيب، فكرنا بمشروع، نبي فلوس ضروري، نبي نصرف ورانا مصرف. اي أيوة والله نبي فلوس. اقول عندي لك راي. شنو؟ ليش ما تتصل في مفيصل؟ يمكن تبيك توصلها هالصوب ولا هالصوب، يمين شمال مرقاب شارج جبله نقره دمنه دم سالميه ودها على كيف، يمكن تعطيك 10 دنانير 15 دينار تنفعنا للبيت. والله حرام، والله عيب، عيال علف اخر عمرنا صرقنا على مفيصل الطقاقه. والله خربت هزولت. انت دق عليها وشوف يا معود ايش خاسر. والله استحي ادق عليها، كل شوي داق عليها مفيصل مفيصل. دواس بعد مفيصل الواحد يستحي منها.
سألقاها مفيصل شقعتها العادة. تلعب تنس الحجة 10 إلى 11 يمكن لقاها. ألو ميثة؟ من هي ميثة؟ طباخة مفيصل. فنشوا شاها؟ فنشوها كل 6 أشهر لها أصطاف ميثة الحين وعوس. هلا هلا فيصل دواس معاش دواس. الو معاه ايه؟ لا انا مصفي النية انا واخوي مصفي النية. قلنا نسأل عنك طال عمرك شخبارك؟ قلنا عندك اي والله قلنا غرض حاجة. لا ما عندك شيء يعني؟ افا زين ايه احسن اوفر لكم. خوش على خير إن شاء الله مع السلامة. تقول أختها مرزوقة طلعت ليسن شرت لها سيارة. مالنا النصيب هاي حالة والله. آخر عمرنا ننطر مفيصل تتصل فينا. عيال علف يصير فيهم كذي. دقت دقت مفيصل مرة ثانية. هلو يلا هلا مفيصل. الو دواس واللي يرحم والديك. اذا تعرف بنتين طرش لي اياهم. انا بالطيق عندي بنتين زعلوا وراحوا وخلوني وورطوني. لا والله ايش فيهم عليك؟ وش اللي مزعلهم هذا كل يوم قالبين عليك؟ الله يهداهم. اتفقت وياهم على 50 ويوم يو الصاله اطلبوا مني 100 وعلى بالي بلقى بسرعه بنات بس ما لقيت عيس وانا ادق عليهم كلهم ما لقيت احد. الحقنا الله يخليك بس يكونون يعرفون يطقون طار وطبل. لا لا ولا ولا تهتمين ولا تديرين بال. عفا عليك شان ام فيصل عندنا. اطلبوش عندك ان شاء الله. انت الحين باي صاله؟ انا بصاله الافراح. انت ادلها وصلتنا هذاك المره بس لا تاخر الله يخليك بسرعه. نص ساعه بكون عندك فمالا. خير ان شاء الله خير. خير ان شاء الله خير. اقول اخي مانع؟ نعم. اقول لك شيء مستحي. لا قول قول. ايش رايك بخمسين دينار؟ 50 دينار كان زين. هيا قوم معه. وين؟ لا تقول لي وين ما وين. ما تبي 50 دينار؟ بل ابي احد يعرف الفلوس. نوط ينطح نوط. قوم بس. وين اقوم؟ قوم ولا ترددني. قوم واقول لك بالطريق. قوم قوم غير هدومك. قوم توكل رزقك ياكل حلجك. يلا ما لقيتوا بنات؟ الله يهداكم رصيدك ابي بنات. جايين كذي الله يهداكم. عيزنا احنا ندور الحين هذا عيزان احنا جايين ننقذ الموقف. اذا عليه جوكر نمشي. لا مشكورين بس تقطوا تقطوا خل اسلمكم. نيتي احنا لاهين العالم. طق طق يا وهذا. اي بيخالف تقطوا تقطوا. زين كذي؟ شوفي يا ام فيصل اخذنا حد يحاكينا ولا شيء. شو اقول لهم؟ قولي لهم طرمان من يوم انولدوا الى اليومنا هذا وهم طرمان. واذا بغيت احاكيكم شو اقول لهم؟ ساسريننا ساسريننا ان شاء الله ان شاء الله. اشي اشي وقتها وقتها العباس. يلا 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 اشترك الموضوع سهل يا تويتر يا فيسبوك او حتى من ايميلك. اسمك تعرفه سجل دش حسابك واستمتع بدون فواصل. تلي على الاندرويد والايفون والموقع تلي.com.